وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء من قناة النبأ الإخبارية. أعفى قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر كل من التحق بالمؤسسات العسكرية والأمنية بعد تاريخ اندلاع ثورة 17 من فبراير من مهامهم. ونص قرار حفتر الذي نشره المكتب الإعلامي لميليشيا الكرامة في حسابه الرسمي، نص على إنهاء انتداب جميع منتسبي الشرطة والمباحث العامة والحرس البلدي والجمارك الذين التحقوا بالمؤسسة العسكرية بعد الثورة، وذلك بإعادتهم إلى سابق أعمالهم وفق القرار. قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، قال إن عقيل صالح طلب بفتح تحقيق فوري حول رفض منح الإذن لطائرة أعضاء البرلمان القادمة من مطار عتيقة للهبوط في مطار طبرق. وأوضح المريمي في تصريح لقناة النبأ بأن رئيس مجلس النواب طالب بمعاقبة مرتكبي هذه الإجراءات واصفا إياها بالخاطئة، كما دعا إلى عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة اتفاق الصخيرات المغربية. أكدت وزارة الخارجية بالحكومة المقترحة أن ما نشرته وسائل الإعلام عن استغلال المهاجرين بليبيا يخضع للتحقيق. ودعت الوزارة في بيان تلقت قناة النبأ نسخة منه الأحد، دعت المجتمع الدولي إلى دعم ليبيا عبر تبني المعالجة الفعالة لأسباب الهجرة، وذلك بدل استغلال مثل هذه الأحداث للتغطية على عجزها في التعاطي مع هذه الظاهرة. وأضافت الوزارة أنه ستجري معاقبة كل المتورطين في تلك الجرائم إذا ما ثبتت مزاعم وسائل الإعلام بحسب البيان. شيع أهالي مصرة الأحد جثمان الشهيد محمد باكير المعروف بنحلة، وجرت مراسم التشييع بعد صلاة العصر وسط حضور شعبي أدى صلاة الجماعة على جثمان الشهيد قبل نقله إلى مقبرة علي السودة في منطقة يدر. وأكد الحضور أن مدينة مصر تشهد نحلة بالصلاح وتعرف دوره في التصدي للميليشيات والعصابات التي تربصت بمدينتهم بحسب ما قالوا. ختام الموجز، شكرا لكم ودمتم في أمان الله.